كانت حاجة بقالها فترة من سنوات بدأنا شوية ننساها، لكن واضح ان هي راجعة بقوة، العدسات اللاصقة الكونتاكت لانسز. دلوقتي في محلات كتير رجعت تاني، وحتى محلات يعني هي محلات هدايا، انا بقول لزمايلي النهارده ناقص ندخل نلاقيها في السوبر ماركت، لا رقابه ولا تفتيش عليها ولا بتاخد موافقه. ومش بس كده، هم بياخدوا، انا زمايلي حتى بيقولوا لي على اسامي ماركات يعني معروفه في العدسات اللاصقه، بياخدوا الاسم ويغشوا العلبه ويقلدوه، وبتتباع طبعا بارقام ضئيله جدا. دي طبعا كارثه. الصور اللي بنشوفها دلوقتي دي صور يعني جديدة تم تصويرها، أو فيديو جديد تم تصويره، دي ده شكل من أشكال العدسات اللاصقة اللي ده في منتهى الخطورة. البنت أو السيدة بتدخل بتشتريها تقول أصلا عندي مناسبة، أنا عندي فرح، أنا عندي حفلة، معلش عايزة ألبسها يومين وأنا بقابل خطيبي. فدي منتهى الخطورة، دي بتؤدي لقرح في العين، ممكن تصل لخراج بعدها، ممكن تصل لمشاكل في القرنية، قد تنتهي في النهاية إلى ضرورة زرع قرنية جديدة. هذا الموضوع جد جدا، نتمنى يكون في رقابة. بس خلونا ناخد هاتفيا الأستاذ الدكتور حازم ياسين، أستاذ طب وجراحة العيون بالقصر العيني. يا أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا زميلنا، ازي حضرتك؟ أهلا بيك، وأنا بشكر حضرتك اهتمامك أنك توضح أهمية وضرر هذه العدسات اللاصقة. حضرتك بتجيلك حالات كتيرة جدا للأسف واصلة لمرحلة صعبة جدا، جزء منها أو سبب منها استخدام هذه العدسات. السيدة أو الفتاة اللي بتعتقد يا فندم أنه ممكن تلبس العدسات دي يومين ثلاثة ولا أسبوع ولا مرتين ثلاثة وترميها بعد كده، وأنه مش معقولة يعني من لبستين ثلاثة ممكن تعمل ضرر، هل هذا التفكير صحيح علميا، ولا حضرتك من وجهة نظرك وخبرتك طبعا الطويلة شايف حاجة تانية؟ والله حضرتك يعني انا عايز اقول لحضرتك النهارده كان اصغر ضحيه عندي عن بنت عندها 13 سنه. 13 سنه وعندها قرحه في عينيها، قرحه صديديه او فيروسيه او فطريه لسه مش عارفين، بسبب ارتداء هذه العدسات. والمشكله انه يعني ما فيش اي نوع من انواع الرقابه، احنا مش عارفين نشتكي لمين، جهاز حمايه المستهلك ولا وزاره الصحه؟ ما هي وزاره الصحه بتروح ملهاش الحق على انها تفتش على محلات الهدايا دي. جهاز حمايه المستهلك يبتدي يتحرك لما يبقى فيه شكوى من مرضى، انما العدسات دي بتباع كده في محلات الهدايا بغض النظر عن اسمائها، اللي هي محلات بيبقى عندها سعر موحد لكل البضائع اللي موجوده عندها. هدايا على ميك اب، على اقلام مكتب، على عدسات لاصقه، ومحدش بيبقى عارف يعني هل القرنيه دي ينفع نلبس لها عدسه لاصقه؟ هل القرنيه دي هل في لاين فيها مثلا تلوث قبل ما نلبس العدسه اللاصقه؟ هل بيمرنوهم على لبس العدسه اللاصقه؟ طبعا ناهيك على انه ما فيش مثلا لا تاريخ انتهاء صلاحيه ولا معلومه المصدر ولا الهويه، عدسات مهربه بتيجي منين؟ محدش عارف ازاي تم تعليمها او ازاي اتحطت في العبوه اللي موجوده فيها، ولا حد عارف. وللاسف الشديد الضحايا بتيجي في عمر الظهور. والاخطر من ده كمان انه بقى في عدسات لاصقه ملونه بتتاجر بالمناسبه في محلات الكوافيرات ومحلات الزينه. لا يا يعني دكتور، تتاجر يعني اروح البسها وارجعها المحل واحده تانية تروح تاخدها تلبسها؟ موجوده في كوبايات، موجوده في كوبايات على الرف كده قدام المرايه، بحيث انه يعني لو انا لابسه النهارده مثلا بليزر اخضر البس عدسات خضراء، حاطه سكارف ازرق احط عدسات زرقاء. انت حضرتك مثلا رايحه، حد رايح يعمل شعره او يحط ميك اب او كلام زي كده، يلاقي العدسات موجوده في كوبايات صغيره، تقول له مثلا عندي مناسبه، فيقول لها انا هاجر لك العدسه اللاصقه دي للمناسبه دي، مثلا عندها خطوبه او عيد ميلاد الى اخره، تلبس العدسه اللاصقه مكان زبونه اخرى وتروح تعمل المناسبه بتاعتها وترجع ترجع العدسه مره اخرى. ويقول لها معلش انا هنحط قطره من القطرات الشهيره اللي هي بتبيض العين، كل الشعب المصري عارفها، مش عايز اقول الاسم التجاري يعني، لكن يقول لها معلش هنحط القطره ديت عشان تبيض العين وتخليها كده ما يعني تجلي العين. حاجه في منتهى الخطوره. انا مش عارف يعني الانفلات، يعني ممكن يكون انفلات مروري، انفلات يعني، انما انفلات في صحه المواطن اللي يؤدي الى ان احنا نعمل يعني مشكله يعني شابات في عمر الظهور وينتهي الموضوع ان احنا محتاجين نغير قرنيه،
الحقيقة يعني نوع من أنواع العبث اللي عمال بيحصل في المجتمع المصري يعني. طيب دكتور حازم، يعني طبيب زي حضرتك وجراح عيون، ويعني عندك خبرة طويلة دكتور في هذا المجال، واسم حضرتك معروف في الوطن العربي مش في مصر بس، لما يجي لك حد يقول لك انا عندي مشكلة في القرنية، او انا عندي مشكلة في عينيا، هو مبقاش عارف انا عندي مشكلة في عينيا، يعني انا عايز اعرف بس المراحل اللي ممكن تعدي بيها اي فتاة او سيدة هي استخدمت هذه العدسات زي ما حضرتك بتقول في الكوافير، قاعدة فتعرض عليها خدي أجريها في المشوار بتاعك ولا المناسبة بتاعتك دي ورجعيها، أو اللي هي بتتباع في محلات الهدايا كده على الرف. أنا عايز أعرف بس إحنا إزاي نقدر نفهمهم قد إيه خطورة هذا الموضوع. وإحنا على فكرة كمساء دريم إحنا هنتابع إن شاء الله بإذن الله مع جهاز حماية المستهلك، وهنشوف الموضوع ده، لأنه أنا اهتميت جدا باللي حضرتك كتبته والرسالة العامة اللي حضرتك وجهتها، لأنك في النهاية مع أنه حضرتك يعني طبيب ممكن يبقى حد تاني مثلا دكتور يقول طب والله ده زباين بتجيلي كتير يعني، بس حضرتك طبعا من باب الضمير وعملك وإخلاصك للعمل، لا أنت شايف أنه ده مش بس خطر، ده ممكن يؤدي لمشاكل حقيقية في العين زي ما حضرتك شرحت. فتقول إيه دلوقتي يا دكتور لأي حد بيسمعنا رايحة كوافير، رايحة محل هدايا، فكرة انها بتسترخص فبتجيب عايزة النهاردة عينيا لونها ازرق، عايزة بكرة عليا لونها اخضر، توجه لها رسالة يا دكتور تقول لها ايه من فضلك؟ بص حضرتك، في شروط معينة واجب توفرها لأي حد هيرتدي عدسات لصق. نمرة واحد، ان ما يكونش فيه اي نوع من انواع التلوث موجود في العين، دي نمرة واحد. نمرة اتنين، العدسة دي هي عدسة مقوسة، يعني ليها كيرف او ليها تحدب، والقرنيه كمان ليها كيرف او ليها تحدب. لابد انه اللي بيقوم بوصف العدسه اللاصقه يقيس تحدب القرنيه ويقيس تحدب العدسه اللاصقه. كمان لما العدسه اللاصقه تتحط للمريض لابد ان احنا نشوف انه العدسه بتتحرك بصوره طبيعيه مع رمشه الجفن، يعني البني ادم بيرمش تقريبا حوالي 16 مره في الدقيقه، وكل مره العدسه فيها بتتحرك حركه بسيطه جدا. لا ينفع ان العدسه تكون بتتحرك حركه كبيره بالرمشه الجفن، ولا تكون العدسه ما بتتحركش خالص. لابد من الاطمئنان مثلا ان القرنيه ما فيهاش اي نوع من انواع الخدشات او اي نوع من انواع السحابات، لانه دوت ممكن يؤدي الى حدوث مشاكل. المشكله انه الشخص القادر على وصف العدسات اللاصقه لابد ان يكون طبيب عيون، مش بالضروره يكون جراح. يعني زمان كان كل جراحين العيون بيشتغلوا وصف العدسات اللاصقه، لغايه ما بقت في اصبحت عدسات او مراكز عدسات مصرح لها بيع العدسات اللاصقه، ودي بيبقى فيها دكاتره مبتدئين او شبان صغيرين او دكاتره ما بيشتغلوش جراحه، وبالتالي لهم القدره على فحص العين والتاكد من سلامه انسجه العين كلها، بحيث ان هم يقدروا يوصفوا للمريض او للشخص اللي عايز يلبس العدسه اللاصقه ازاي يقدر يتمرن على لبسها وقلعها. يعني برضو كمان من ضمن المشاكل انه طريقة ارتداء العدسة اللاصقة او طريقة خلع العدسة اللاصقة لابد من التمرين عليها، عشان ما يحصلش اي نوع من انواع الخدوش على سطح القرنية اللي تؤدي الى انه تبقى القرنية عرضة لحدوث تلوث فيها. وطبعا احنا عندنا جو فيه شوية تلوث نتيجة البكتيريا، فيروسات او فطريات الى اخره، فلابد من انه يبقى في شخص هو اللي مسؤول عن انه يشوف العين دي مناسبه لارتداء القرنيه لارتداء العدسه ولا لا، وكمان لو حصلت مشكله لابد من قلع العدسه اللاصقه مباشره والتوجه للطبيب في اقرب فرصه عشان نقدر نعالج المشكله. لكن طبعا الفتيات الصغيرات بيبقى عندهم نوع من انواع الاستسهال، يقول لها معلش عينك حساسه شويه للعدسه استحمليها، هنحط لك قطره بيض العين. فكل دوت اعراض بتقول انه العين بتئن من لبس العدسه اللاصقه الغير المناسبه او الملوثه، بس الشخص عمال يعني بيحاول يكابر وبيحاول يجي على نفسه على صحه عينه. انا بشكرك جزيل الشكر. وحضرتك لسه قايل في بدايه المكالمه النهارده لسه بنوته عندها 13 سنه جايه بسبب نفس المشكله دي، فيعني دي مش 13 سنه دي بقى، يبقى انا مش هحاسبها هي، انا هحاسب اهلها.
يعني هقول لهم حضراتكم ازاي يعني تسمحوا للبنت انها تاخد عدسات لاصقه تحطها في عينيها، لا دكتور اللي قايلها عليها ولا شافها ولا عمل لها زي ما حضرتك طبعا قلت بقى الاجراءات كلها، قياس قرنيه ولا الكلام ده كله. بشكرك جزيل الشكر الاستاذ الدكتور حازم ياسين استاذ طب وجراحه العيون بالقصر العيني، بشكر حضرتك جزيل الشكر انك اهتميت جدا انك تبعت الرساله دي واهتميت انك توعي الفتيات والسيدات. دي يا جماعه مش هزار، دي العين دي ما فيهاش هزار، يعني في حاجات ممكن نهزر شويه فيها، العين ما ينفعش تهزري فيها، وما ينفعش عشان تتبسطي انك تغيري شكلك النهارده ولا تبقي حاطه كونتاكت لانسز على لون الفستان اللي انت لابساه ولا عشان عندك مناسبه ولا خارجه مع خطيبك تخاطري بعينك. ولو فاكره انه هي مش من مره ممكن تعمل مشكله، لا حقيقي من مره لو انت مش عارفه تركبيها ازاي او العدسه دي اصلا مضروبه من الاخر وما هياش ماركه وما هياش حاجه وبتتباع كده، كوافير ايه اللي بيبيع وبيأجر عدسات لاصقه؟ دي كمان حاجه غريبه جدا الصراحه. واحنا ان شاء الله هنتابع مع جهاز حمايه المستهلك وهنشوف المشكله دي ازاي نقدر نتكلم عليها. وانا عارفه انه يعني في حالات معينه وفي عندنا اسامي بعض المحلات اللي بتبيع العدسات اللاصقه دي، احنا ان شاء الله هنبلغ بيها جهاز حمايه المستهلك. عايزه اخد حضراتكم